واحد مرض الوالدين طلعنا عندهم تبارك الله. يلا بسم الله. راقبنا له شي حيلات بلا تبارك الله. كاين غير هنا واحد الفريريج مسكين قال لك هذا الدين تبارك الله. هنا راقبتي له النحل؟ قلنا لا سيدي الله يكثر عليك الخير تبارك الله. بسم الله توكلنا عليك يا ربي. يلا سير سيدي. يا ربي يا ربي هذا طريق النحل كلها بركه وخير، واللي بغاه الله راه 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 يدير النحل. هو خويا راه دعوت من بي فيه والصوره كلها وربي الحبيب صوره كلها الله وحاربك الى النحل وحيد الله عطاني وتتكرم الناس وتتداوي الناس ثم النحل وحبوب اللقاح خيرات خيرات الحمد لله. دابا في هاد كورونا هادي الناس مساكن حصلوا هاد المنتجات النحل هي اللي راها كرم الله تعالى بها العباد. سير على بركة الحمد لله الحمد لله على خير. دابا يبقى لي يعطيه الدواء مباشره من النحله. وسخرها الله صاحبي ربي يقدر الحبيب سخرها ربي راه بغانا عليه الحمد سبحانه الله. وهاد الثمره في هاد الليل وهاد سميتو شكون علاش رك عليها من غير مولانا؟ كبار ربي الحبيب ما عرفنا واخا هذه لحمه حبوب اللقاح هذا عنده اذا غادي يكونوا الحضانه من هذا غتكون فيه الحضانه هذا. يلا على بركه الله ان شاء الله. ايه ها هي ها هي مزيانه تبارك الله. هيهم من هنا ايه شوف عاوتاني الاخر واش اي برواز واحد ولا جوج شوف لا فاس اخرى الاغلبيه كتلقى برواز واحد برواز واحد ولكن فيه شي شويه حبوب لقاح نردوه للطرف هذا نخليه حيد هذا هذاك هذا اللي فيه شويه حبوب لقاح ما نديوهش ما نهزوهش نضيعوه حتى النحل ما كاينش شي نحل كثير اللي غيغطي البراويز كلها اذا خصنا نحيدو له نحل قليل هذا اذا هذا دابا حنا هذا على حسب العدد اللي عندنا في الحالات اللي قليل كنخليو له اربعه واللي شويه نخليو له خمسه صحيح حنا غادي معاه هكا هذا عسل وهذا فيه الحضانه هذه خاويه شويه هي هذاك صفر مزيان يلا اللي ثقيل بالعسل كله تقريبا ثقالين نخليو واللي يكونوا مزيانين هذه نحيدو لان نشوف فيه التشوهات نخليو له غير اربعه ايوا اللي فيه التشوهات نحيدوه نخليو له البراويز اللي صالحه يلا هذاك صالح هذاك صالح مزيان اربعه يلا بارك عليه بارك عليه يا سي خالد هذا حيت عنده غير بريوز واحد حضان هذاك راه نزولوه ماشي مشكل مزيان اذا نديرو الوكاله وحنا ضغطنا هذا الصندوق هذا هو ان شاء الله اللهم يسر ضغط النحل يا مستحيل يا كريم